تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وزارة الداخلية أعلنت امبارح عن أنه تم الإفراج عن 986 نزيل استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. صار الإفراج بالعفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أهم ما يميز الاحتفال بالأعياد والمناسبات، والتوسع فيه واحدة من أسس السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. من هذا المنطلق أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 986 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 155 لعام 2022 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. شعور الحمد لله بالعفو فضل من ربنا سبحانه وتعالى ثم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان شعور جميل جدا لا يوصف، وطبعا يعني فرصة جميلة جدا ان انا اخرج تاني للمجتمع وابدا حياة جديدة مع اسرتي ومع اهلي. مركز اصلاح وتاهيل الجديد في وادي النطرون بيعلمنا صنعة نطلع نستفادوا بيها بره، لو حد داخل معهوش صنعة ولا بيشتغل بيتعلم صنعة ويطلع يشتغل بيها ويبدا حياته بيها. لجان عقدها قطاع الحماية المجتمعية لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو من بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل انتهت أعمالها إلى الإفراج عن هذا العدد الذين يستقبلون حياة جديدة عقب الإفراج عنهم. مبسوط طبعا وفرحان وبشكر سيادة الرئيس اللي هو حط أسامينا في العفو. تعلمت صنعة خياطة وأطلع أفتح ورشة بره وأشتغل وأتجوز وأبني حياة جديدة بره. تم تأهيل هؤلاء النزلاء وفقاً لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية عند تطبيق العقوبة في وقت يتم فيه توفير رعاية معيشية وثقافية وصحية ملائمة لهم، وهو ما سوف يسهل لهم سرعة الاندماج في المجتمع بعد خروجهم من هنا. بصراحة مراكز الإصلاح والتأهيل تحس إن هي نقلة تانية، السجين غلط بيتعاقب بس في نفس الوقت له حقوق، أنت ليك تعبان بتاخد حقوقك الطبية، أنت راجل مثقف تنزل مكتبه بتقرا عايز تزود من علمك بتقرا، انت راجل مش حاصل على شهاده عايز تاخد على عايز تحصل على شهاده تحصل على شهاده من داخل مركز التاهيل، انت راجل محو اميه بتاخد محو اميه. لقيت هنا منتهى الاحترام، منتهى الرقي، منتهى السمو في التعامل، لقيت فعلا جمهوريه جديده، دوله جديده. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما كنتش متوقع ان احنا هنطلع في العفو ده، احنا اتفاجئنا ان احنا خارجين فيه تعلمنا المخبوزات جوه. هطلع ان شاء الله وهشتغل نفس اللي انا اتعلمته جوه وشغل اللي انا اتعلمته. لحظات من الفرحة عاشها المفرج عنهم بعد ان فتحت ابواب مراكز الاصلاح والتأهيل لخروجهم الى المجتمع ليجدوا في استقبالهم اسرهم وذويهم الذين أشادوا بقرارات العفو الرئاسي التي تعد فرصة جديدة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة. الحمد لله النهاردة خرج ابني يحتفل معنا بالعيد، والحمد لله بنشكر سيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه جنبنا وجنب أولادنا، وأنا بجد ما كنتش مصدقة ان هم ممكن يتصلوا بيا ويقولوا لي ان ابني خارج النهارده. والله احساس النهارده ما توصفش باي كلام، يعني لو قلت لك اي كلام مش هيعبر على احساس الفرحه والجمال اللي احنا حسيناه من ساعه التليفون ما جالنا امبارح انه هيطلع يعيد معانا. بصراحه احساس ما ينفق، يعني الكلام قليل على الوصف. مهما قلت الكلام مش هيوفي شكري وتقديري وعرفان السيد الرئيس جمهوريه مصر العربيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعطفه وحنانه. ياتي الافراج عن هؤلاء النزلاء في إطار تفعيل وزارة الداخلية لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هي أحد الأبعاد الإنسانية في منظومة السياسة العقابية الحديثة، والتي تهدف في المقام الأول إلى إتاحة الفرصة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة مسلحين بما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.